شادي الكرام، أما الآن فنترككم مع هذا اللقاء الخاص الذي تم مع وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد. إذا نحن الآن في الجولة التفقدية الخاصة بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في مستشفى وادي النيل، وذلك لمتابعة قوائم الانتظار وانتهاء هذه القوائم وشبه ذلك. بنرحب بحضرتك يا فندم على الشيت اون في هذا اللقاء على الهواء مباشرة. أهلا بك. وعاوزين نعرف يعني هنوصل وصلنا لإيه حضرتك، يعني قمت بعملية تفقدية لعدد من الحجر هنا وكان بها عدد من المرضى، وصلنا لإيه وإيه اللي أنت لمستيه يا فندم؟ إحنا من ساعة ما خدنا التكليف وأطلقنا مبادرة سيادة الرئيس لبداية التأمين الصحي في مصر اللي جزء منها الانتهاء من قوائم الانتظار، كان يوم 6/7 الشهر ده، واحنا اشتغلنا وعملنا تسجيل للمرضى وحصرنا امكانياتنا، وقعدنا مع كل مقدمي الرعايه الصحيه سواء وزاره الصحه او الجامعه او الشرطه او الجيش او وادي النيل، وقسمنا الشغل بيننا ازاي ممكن نقضي على قوائم الانتظار ونمنعها الفتره الجايه، حتى توفير الادويه والمستلزمات وازاي التنسيق بيننا وبين بعض. دي النهارده احنا بقالنا 4 ايام اطلقنا الموقع واطلقنا الكول سنتر، والناس بدات تسجل من نفسها، فبقينا شايفين مصر كويس. وانا بدعو كل الناس اللي عندها قرارات نفقت الدوله وما خدتش لغايه دلوقتي الخدمه انها تخش على الموقع وتسجل علشان تخش على طول في المنظومه. احنا كمان عندنا القوائم بتاعتنا واحنا بدانا نتواصل معاهم. الفلسفه بتاعت المشروع ان احنا مش عايزين الناس في الاكثر التدخلات الطبيه عبء على الاسره وعلى المريض انها تقعد في قوائم انتظار اكتر من كده. الفلسفه الثانيه ان احنا ما ينفعش ما نشوفش بعض، ما ينفعش وزارة الصحة تشتغل لوحديها والجامعة لوحديها والجيش والشرطة ووادي النيل وكل الناس دي، فازاي ان احنا نخفف على المريض المصري مع بعض. النهاردة كون مستشفى وادي النيل المستشفيات اللي بدرت انها جات واشتغلت معانا وانضمت الينا، واحنا شفنا بعينينا الناس اللي كانت واخدة قوائم انتظار 2016 من 2016 وهم ييجوا ياخدوا خدمة راقية بإنسانية وبعلم، ده شيء كويس جدا. انا هطلع من هنا على مستشفى معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد، لان برضو احنا عندنا قوائم انتظار بدات احنا شغالين من يوم الاربعاء في ان احنا نشتغل حالات قوائم الانتظار. هروح برضو اشوف مستشفيات وزاره الصحه علشان بتقدم معانا الخدمه، وانا جايه عشان اقول للمجتمع ثمار الاصلاحات الاقتصاديه 4 سنوات بدانا نجنيها بتعليمات واضحه نافذه كلنا اشتغلنا عليها من أول يوم، وجاي أقول لكل مؤسسات المجتمع المدني ومستشفيات الحكومية ومستشفيات الجيش والشرطة وكل الأجهزة، احنا مع بعض هنخفف معاناة المريض. الطبيب اللي في وزارة الصحة زيه زي الطبيب اللي في المستشفيات الأخرى، كلنا والأطقم الطبية والتمريض هنشتغل عشان راحة المريض المصري. المريض لازم يصدق انه بداية إصلاح صحي حقيقي، واحنا شفنا الناس مش مصدقة ان عربيات الاسعاف راحت جابتهم من قراهم في البحيرة ومن هنا ومن هنا علشان تيجي تاخد الخدمة. المنظومة دي معها منظومة مراقبة جديدة، مراقبة للحالة اتعملت ولا لا، نسب مضاعفات ايه نسب، وبعدين ادوية ومستلزمات، ما فيش حاجة اسمها نقص في مستشفى. احنا بقينا نشتري مع بعض ونشتري مركزي وبندخ لكل المستشفيات. تسعيرة الخدمة بقت مقبولة جدا، المريض مش هيدفع جنيه. انا بس بقول للناس ما تخافش انك تيجي، انت مش هتدفع حاجة، بلدك اللي هتدفع. دي الحالات الحرجة فقط يا فندم، يعني 9 تداخلات الحالات اللي اكثر تداخلات فيها قوائم انتظار. انا بس بقول للمريض انت مش هتدفع حاجة، بلدك هتدفع لك، ما حدش هيدفع من جيبه، ده البلد اللي بتصرف على اولادها. ودي وبندي خدمة بإنسانية، ودي رسالة أنا تاني بجدد الثقة في زملائي وولادي الأطباء والتمريض والأطقم الطبية في كل مصر. أنتوا قد المسؤولية، كنتوا وما زلتوا وستظلوا فعلا بتعملوا للمريض المصري. وخلينا أدينا في إيد بعض، هنشتغل مع بعض، هساعدكم في التعليم وفي التدريب وفي بيئة العمل، وهنوفر لكم كل حاجة عشان تبقوا على أحسن مستوى. وأنا واثقة ولأننا واحدة منهم إن إحنا كلنا هنشتغل علشان بلدنا إن شاء الله. في مدة معينة فندم لإنهاء حالة 6 شهور؟ 6 شهور القوائم المسجلة، لكن ال 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 الموضوع دايناميك، يعني كل يوم في حالات بتخش جديدة. إحنا يهمنا إن إحنا نقضي ونمنع قوائم الانتظار، القضاء على القوائم اللي موجودة في خلال 6 شهور،
واحنا ماشيين بشكل سريع جدا في بعض اللسات زي قوائم الأساطر القلب والمية البيضاء والحاجات دي، ماشيين فيها بسرعة الحمد لله، أحسن من المتوقع كمان. لكن احنا هدفنا ان ما يبقاش فيه قوائم انتظار. صحيح في فترة انتظار مقبولة، ساعات بتبقى طبيا لان انا محتاجة ان انا احضر المريض، وساعات بتبقى مقبولة في كل العالم فترات لا تؤثر على حياة المريض. لكن احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين بتكاتف. بشكر كل الاجهزة والمؤسسات، وبشكر مستشفيات الجامعة، وطبعا وزارة الصحة وبلادنا والشباب المحترمين واساتذتنا اللي شغالين في وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والجيش ومستشفى وادي النيل. حقيقي مثل اعلى وقدوة حسنة في المبادرات وقد ايه هم بيتعاونوا. اشكركم فعلا كلكم. بيتم الاتصال على الخط الساخن فندم للوزارة، وبعد كده بيتم تحويله من خلال الوزارة لاحد المستشفيات. في حاجتين، هو يا اما يخش على الموقع ويسجل بنفسه، ولو عنده استفسار او مش عارف ان في موقع بيخش على طول على الخط الساخن 15300 من الساعة 9 للساعة 6 يوميا، بناخد بياناته ونسجله ونديله المواعيد وندخله في قائمة الانتظار. أي من المستشفيات المتاحة؟ مصر كلها مستشفى واحدة، مصر كلها بتشتغل لمصر أيا كان تبعية المستشفى. أشكرك بالتوفيق. شكرا جزيلا. إذن كان لنا هذا اللقاء مع الدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة في خلال يعني ما يخص المبادرة الخاصة بالسيد الرئيس في إنهاء قوائم الانتظار، وهنا في مستشفى وادي النيل. نحن على بعد قليل على مشارف المؤتمر الصحفي الخاص بوزيرة الصحة، وذلك لاعتماد ما تم رؤيته على أرض الواقع هنا من خلال العملية التفقدية لوزيرة الصحة في عدد من الغرف. نتحدث عن قرابة 8 غرف ب16 سريرا. بالفعل هي تعمل في هذه الأثناء، معظم العمليات كانت اليوم، 13 حالة بالفعل تم الاتصال بهم لإجراء العمليات الخاصة بهم. قد تكون قسطرة قلب هي العملية المتاحة في هذه الأثناء، وتباعا هناك عدد من العمليات المتاحة داخل هذه المستشفى، مستشفى وادي النيل. وبعد ذلك ستكون هناك جولة تفقدية لوزيرة الصحة في معهد ناصر، وذلك لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار التي قد تستمر لمدة 6 أشهر كما حددتها وزيرة الصحة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار بشكل جدي على مستوى المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والمستشفيات أيضا العسكرية والخاصة ب يعني الشرطة، وذلك لمتابعة إنهاء كافة قوائم الانتظار الخاصة في هذه المستشفيات.